حياكم الله من جديد في هلا. مهنة الإنسانية الطب، هل يمكن أن تتحول إلى كابوس مزعج يرسمه الطمع والجشع؟ وهل يمكن للطبيب أن يتنازل عن قسمه مقابل اتفاقيات مشبوهة مع شركات الأدوية؟ هذه التساؤلات تفتح ملفا مهما ننتظر أن تحسمه إجابات المختصين. ولذلك معي هنا في الاستديو الدكتور فاضل الرويعي، وهو استشاري أمراض كلى وأستاذ الطب الباطني المساعد. دكتور حياك الله معنا في هلا. اولا كيف نشرح الموضوع للمشاهدين والمشاهدات؟ هل فعلا هنالك اطباء يتعاملون مع شركات ادويه ويفرض انواع معينه من الادويه باسعار اعلى فقط لمجرد انه ياخذ عموله من قبل الشركه الدوائيه؟ هي الاشكاليه يعني نقدر نشوفها احنا في القطاع الخاص اكثر من القطاع الحكومي. القطاع الحكومي لانه عندك من نفس الدواء، خلينا نعطيك مثال. عندنا انا دواء ضغط، انا مريض عندي ضغط وكتب للطبيب الماده الفعاله في دواء الضغط، لانه اجباري ان تكتب الماده الفعاله، ففي المستشفى في دواء واحد منه فقط لا غير. لو رحت انت الى القطاع الخاص من نفس الدواء الماده الفعاله عند الدواء الاصلي البراند، وعندي الدواء اللي يسمى الجنيس، وهو تقريبا نفس الماده الفعاله ايوه، ولكن يمكن يكون مصنع محليا. الاولاني يمكن يكون سعره 100 ريال والثاني سعره 40 ريال. فهو ايش اللي يصير؟ والله بعض الاوقات، وسمعنا هذه حصلت يعني في عده اماكن، وانا اقدر اعطيك مثال يعني حصل لي انا بالذات. لك انت؟ حصل لي انا. طيب. حصل لي كوصفه مضاد حيوي الى العامله عندي، عامله عمليه في اسنانها، ورحت لها عند الطبيبه تبع الاسنان، كتب لها مضاد حيوي، شفت مضاد الحيوي سعره ما شاء الله اللي هو من الشركه الام، لانه يكتب بالاسم التجاري حق شركه معينه. نفس الدواء، أنا قلت له والله أنا ما أنبه هذا، أعطيني المحلي. كم السعر كان دكتور؟ السعر كان حوالي ما بين 90% إيه؟ أيوة، والموجود المحلي منه تقريبا سعره 40 ريال. طيب فعالية الدواء نفسها؟ إحنا لو عرفنا الناس الفرق بين البراند وبين الدواء الجنيس، الفرق أن الدواء البراند اللي سوته الشركات العالمية كانت عليه التجارب على الناس المرضى. طبعا هذا له مدة احتكار 10 سنوات. بعد ال10 سنوات، لأن هذه زي ما تفضلت يعني هذا دواء يساعد الإنسانية ويعالج المرضى، فالاحتكار يفك، فالخلطة تبعه أو المادة السرية تبعه أو المادة العلمية أيوة يكون كل شركات الأدوية اللي تنبى تصنع منه تقدر تصنع منه، ولكن يباع بسعر أرخص منه كثير. طيب وش سويت أنت في حالتك؟ ناقشت الدكتور في الموضوع ولا لا؟ هو رحت عند الصيدلية، المشكلة اللي موجودة داخل المحل. ايه هي المشكلة ان كل مستشفى خاصة القطاع الخاص مع اللي هو صيدلية موجودة تحت فيه. فهو على طول لما بيكتب عنده يا اما بيكون بالجهاز بيكتب الاسم التجاري اللي يمكن يكون موجه للشركة. هذا عشان بس ما نخوف الناس، لان في ناس ينظرون للموضوع، لان العناوين شوية يعني مرعبة في الموضوع هذا، ولكن هذا اللي يحصل في بعض الاوقات. ليش؟ لانه هو عنده الخيارات كلها. لما تجي الشركات يقول له والله بعض الاوقات ان حتى الصيدلي وسمعنا هذا ممكن انها يبتز كمان تبع الشركات. كيف؟ والله يقول انا عندي الان 4 ادويه من 4 شركات. يا اما اخذ عموله كويس على نسبه معينه من المبيعات او ابيع للشركه الثانيه. اوف هذه تصير؟ وهذه يعني انا سمعتها من زميل لنا شغال في هذه المهنه. مندوب تبع شركه. وبالتالي يفرض على المريض اللي جايه شركه الاعلى. الله عليك، يدفع المبلغ يعني المفروض انه على الاقل يخيره. يعني علق من باب الأمانة الأخلاقية كويس أنه يخيره، أنه يقول نفس المادة الفعالة عندنا الدواء من 4 شركات، هذا سعر كده وهذا سعر كده. طيب هذا بالنسبة للصيدلي. بالنسبة للطبيب اللي في عيادته يكشف يكتب الوصفة، الطبيب يكون متفق مع شركة معينة أنه إحنا نمرر دواءكم الغالي مع وجود الدواء الأرخص مقابل أنه أنتم تتعاملوا معنا ولا إيش؟ حتى هذا للأسف أنه موجود. طيب هذا مخالف يعتبر؟ ولا من حق مثلا المركز الطبي انه يتعاقد مع شركه الادويه اللي هو يحبها؟ هو من حقه يعني اي مستشفى من حقه انه يتعامل مع شركه الادويه الا تناسبه هو. طيب ان كان عن طريق السعر او عن طريق الجوده او عن طريق الاسم، ولكن ما يتحمل المريض التكلفه الزايده. صح، والامانه تجبر الطبيب او الصيدلي انه يقول له في شركه بهذا السعر. لان الان المجلس الصحي حط توصيات ان لا يكتب دواء الا باسمها العلمي ولا يكتب باسمها التجاري. فانا لما اكون انا مثلا الصيدلي والله والدكتور مفرح يكتب الي انا دواء مثلا دواء حق ضغط يكتبه بالاسم العلمي، ولما انا كصيدلي
أقول للمريض والله في عندي أنا 3 أدوية إيه؟ نفس المادة الفعالة من 3 شركات، واحد سعره 100، واحد سعره 60، واحد سعره 20. طيب هل يحدث بصراحة دكتور، يعني أنت في الوسط، أنه دكاترة يخالفون هذا الموضوع ويكتب بالاسم التجاري اسم الدواء؟ أنا حصلت معي انكتب بالاسم التجاري. طيب هذا وش العقوبة اللي مفروض ياخذها؟ والله أنا ما عندي إلا هو يعني تفاصيل بالعقوبة، أنا ما قريت. بس يعتبر مخالف، هو يعتبر مخالف للنظام، لأن النظام يقول أن الآن أي دواء يصرف لازم يكتب بالاسم العلمي وليس الاسم التجاري. والله هذا موضوع حساس وخطير جدا. فالآن المريض، إحنا من يعني من هذا المنبر نقول للمريض لما تروح إلى أي صيدلية وعندك وصفة تسأله هل في خيارات، هل موجود منه من شركات أخرى عشان تشوف فرق السعر. ما هو يا دكتور إذا كان الصيدلي يبغى يمرر صحيح. الاسم التجاري حتى لو سألته ما راح يجاوب. هنا إشكالية كبيرة. لكن كيف نثقف المريض اليوم اللي ياخذ الوصفة، كيف يتعامل معها، كيف المفروض يتعامل معها عشان ما يخدع في هذا الموضوع؟ أول يعني شيء يعني كيف يفرق بين أنه المكتوب اسم علمي ولا تجاري؟ بصراحة الناس ما عندهم هذه الثقافة. يعني طبعا الآن في اتجاه في الدولة إيه؟ بأن نحن نتجه الآن بالنسبة للأدوية بالأدوية المصنعة محليا، والحمد لله عندنا مصانع كثيرة وجودتها جدا ممتازة، يعني هيئة الغذاء والدواء مسوين شغل جبار بصراحة، وشفنا حتى يعني الأدوية اللي عندنا تفوقت على أدوية من دول مجاورة وأسعارها جدا رخيصة. يعني حتى في التسعير لما يكون عندي دواء أنا كويس سعره مثلا 100 وباجي بسجل دواء محلي، التسعير عشان يتسجل في هيئة الغذاء والدواء 35% يطرح من سعره، الشركة الثانية لو جت حيكون كمان 10% كمان تطرح من سعره. فاحنا نقول له أول شيء إنه في خيارات. الشيء الثاني إنه ممكن أنا شفته في أمريكا، ما شفتها بصراحة في العالم العربي إيه؟ إنه يكون في دعاية الشركات الأدوية إن كانت محلية كويس تسوي دعاية إن المرض الفلاني في دواء فلاني ويكتب بوصفة وهذه مضاعفاته واستشاراته، موجود هذه في الغرب وموجودة عشان بس المريض يعرف بالنسبة لمرضه هذه الأدوية هذه مضاعفاتها، ممكن موجودة فيها خيارات أخرى، هذه خيارات يمكن الواحد يعني يتكلم فيها. طيب بصراحة دكتور، بصراحة بحكم وجودك في الوسط بحكم تجاربك، كم النسبة التقديرية أو التقريبية اللي نقول أنه في أطباء في القطاع الخاص يمارسون هذا الموضوع؟ أقصد موضوع أنه يتعمد كتابة اسم دواء لشركة غالية جدا علشان يمرر للشركة. في القطاع الخاص اللي شفته على الأقل أنا لما أراجع أي. أنا أراجع عندي تأمين كويس أي. لما أراجع أنا في القطاع الخاص الغالبية للأسف الاسم التجاري. أوف الغالبية. الغالبية نتكلم عن نسبة كم؟ عطني نسبة تقديرية. أنا هذا أتكلم عن شخصي أنا أي. ولكن أنا اللي أتوقعه أنا أي. أن تكون هذه النسبة من 40 إلى 50%. والله كثير. هي كثير. هذا واحد. الشيء اللي هو الثاني كثير وصادم، يعني هو صادم صح. هو الموضوع يعني صادم لأن المريض ما يعرف الخيارات، وللأسف أنه لو نسينا موضوع المريض اللي بيدفع من جيبه هناك التأمين، هم يعاملون الكاش مختلف عن التأمين. طيب دكتور ما فكرت تبلغ عن هؤلاء اللي أنت جربت معهم؟ لأنه الآن مخالفة. بس المخالفة للأسف لحد الآن ما عندنا يعني شيء يقول لنا هذه المخالفة إيش عقابها. أنا الآن لو صارني هذا الموقف أنا حتصل على وزارة الصحة، في هوت لاين موجود إيه؟ كويس حتصل فيه وحبلغ بقول والله إن هذه الصيدلية أو هذا الطبيب الفلاني في الوقت الحالي كويس كتب لي الدواء الغالي، مع أني في نفس الصيدلية اللي هو وصف فيها شفت الدواء بنص السعر وكتبوا بالاسم التجاري. بالاسم التجاري أيوة. يا ليت تبلغ، كل ما مرت بك هذه الحالة بلغ. طيب اليوم يعني قبل ما نختم الحلقة خلينا نوعي الناس، اليوم مريض راجع دكتور وأخذ الروشتة معه جميل، هل في رموز معينة يقدر يعرف فيها إذا سجل الدواء بالاسم العلمي أو التجاري ولا لا؟ لا موجود، احنا دائما الاسم المكتوب بالخط الكبير هذا عبارة عن الاسم التجاري. ايه اللي مكتوب تحته بالخط الصغير هذا هو الاسم العلمي اللي هي عبارة عن المادة الفعالة. فإحنا دائما كأطباء يعني ما نحفظ، إحنا بيني وبينك إحنا كأطباء إيه؟ إحنا ما نحفظ الأسماء التجارية لأن في المستشفيات الحكومية يعني يعتمد على المناقصات، يعني اليوم مع الشركة هذه اللي بعدها مع الشركة الأرخص وهكذا. فأهم شيء إنه يقرأ الاسم الصغير اللي هو الاسم اللي موجود تحت الاسم الكبير،
هذا عبارة عن المادة الفعالة. ولو فتحوا الروشتة من جوا في الوصفة كويس مكتوب في كل دواء، هذه موجودة في كل دواء وهذه إجبارية من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء. إيش المادة الفعالة؟ فمكتوب المادة الفعالة مثلا خلينا نعطي دواء الضغط مثلا بدون اسم الدواء اسم شركة كويس، اسمه مثلا نايفيدبين، هذا معروف أن هذا عبارة عن دواء ضغط وهذه المادة الفعالة فيه. طيب دكتور بصراحة اليوم مين الجهة المسؤولة عن مكافحة 50% ذولا اللي ذكرتهم؟ أنا أتوقع أنها المسألة تكون مشتركة بين هيئة الغذاء والدواء كويس وبين وزارة الصحة. طيب أبغى منك ثلاث رسائل تثقيفية في هذا الموضوع وشخصية. الأولى للمريض أو المريضة اللي سيراجع عيادة خاصة، وش تقول له؟ أول شيء دائما بالنسبة للمريض راجع الخيارات، مهمة جدا، ولا تأخذ أي دواء. لو أعطيت الدواء كمان اقرأ الدواء. أنا ممكن أمس كنا نتكلم أنا وأنت عن الوالد، الوالد راح عنده مشكلة في إذنه وللأسف أعطي دواء حق المعدة. أوف والله العظيم، يعني هذه واقع حصل لوالدي أنا، تخيل يعني مشكلة في إذنه كويس وهذه واضحة أنها أنا فكرت أنهم أعطوه دواء بس بأسعار مختلفة للإذن، هم أعطوه، هذه مشكلة أخرى. معناته هذا مو يعني خطأ أدوية، هذا خطأ لأنه في ذاك الوقت كان على التأمين. لا بس يعني هو تعمد أنه يعطيه الدواء الخطأ، هو مو أعطاك دواء خطأ، هم دائما لما تروح أنت عندك مشكلة يدور لك كذا شيء علشان يزود الفاتورة. أها أيوة، فالقطرة تبع الإذن بعشرة ريال لا مختلف لما يعطيك دواء حق المعدة 120 ريال. كيف تصرفت؟ أنا دريت بعدين المشكلة، الوالد في منطقة وأنا في منطقة، بس قلت لا تستخدمه. احنا نتكلم على امور توصل الى جرائم، يعني ان هذه الادويه ممكن تؤثر، يعني هذه ممكن. انا معاك، هذه الادويه اي دواء مهما كانت مضاعفاته بسيطه فهو الى مضاعفات ممكن انها تكون خطيره. طيب الرساله الثانيه الى الاطباء هؤلاء انفسهم اللي يمارسون هذه الادوار، ايش تقول لهم؟ بالنسبه الى الاطباء، انا اتوقع ان عندنا اخلاقيات المهنه، يعني لازم احنا نتحلى باخلاقيات المهنه ونرجع ورا إلى القسم اللي قسمناه أيام ما تخرجنا من الكلية. جميل، هذا مهم لأن الموضوع هو موضوع أمانة. طبعا أنا أتوقع أن هذه الأشياء كلها الآن حتقل، لأن مع سعودة خاصة الآن المندوبين حق الشركات كويس أيوة، وفي قرارات الآن حصلت زي ما قلت لك اللي جزء منها عبارة عن أن المجلس الصحي لما طلع القرار باسم الوزير أن لازم يكون كتابة الدواء بالاسم العلمي، والقنوات الإعلامية ما فيها قناتكم كويس نشر هذا الوعي، أتوقع أنها حتختفي. طيب لما تقول لي مع السعودة، هل أفهم منك أنه يعني كثير من الإشكاليات هذه تحدث بسبب عدم السعودة ومن جنسيات أخرى؟ للأسف أن هذا واقع، أنا أقوله أنه واقع، لأن في فترة من الفترات الشركات الخاصة خاصة شركات الأدوية كانت تبع جنسيات معينة، حتشوف شركة كلها جنسية معينة، شركة جنسية معينة، والدكتور من نفس الجنسية يمكن يكون. أنا أشكر لك هذه الجرأة وهذا الكشف وهذه الصراحة في هذا الموضوع، وستمتد له حلقات قادمة بإذن الله. دكتور شكرا جزيلا لك. العفو. شكرا. نحن نتحدث عن واحدة بصراحة أنا متفاجئ مصدوم كثير من كمية المعلومات اللي سمعتها من الدكتور فاضل، وأعتقد أن الموضوع لا يسكت عنه نهائيا على وزارة الصحة، على الجهات المسؤولة عن تشريع هذا الموضوع أن تضرب مو بيد من حديد، بيد من فولاذ، على كل دكتور أو ممارس صحي أو شخص يمكن أن يغش ويخدع الناس بمثل هذه الطريقة، مع التحية والتقدير لكل الشرفاء الأجلاء في هذه المهنة. فاصل ثالث في حلقتنا.